أهلا ومرحبا بمستمعي آي راديو. لازم نشر أخبار، ولكن بنبدأ بالعناوين. قال مدير شرطة ولاية جنجلي إن راجل ومرته قتلوا وآخر في حالة حرجة في مدينة بور امبارح بالليل. السلطات في ولاية شرق الاستوائية قال بين الوضع الأمني في مقاطعة إيكوتو رجع إلى طبيعته بعد أيام من المواجهة بين الجيش والمدنيين في المنطقة. وقال الناشط بجنوب السودان متأخر كثيرا من الجدول الزمني لإجراء انتخابات ذات مصداقية بدون إطراء قانونية. من أمام الأخبار إلى تفاصيل النشرة، وفي تقديمه أوباج أوكوتشاغاوم. قال مدير شرطة ولاية جنجلي إن راجل ومرته قتلوه وآخر في حالة حرجة في مدينة بور. وفقا للواء إليا كوسا، فقد اقتحم مسلحين مجهولين المجمع السابق لمنظمة أوكسفام حوالي الساعة 7:30 مساء امبارح، حيث كانت 3 ساكنين وأطلقوا النار عليهم. نتيجة لذلك أصيب بينغو أدريانو وهو في الثلاثينيات من عمره برصاصة في رأسه وتوفى على الفور، ومات مرته اللي تم ذكره باسم واحد ميري الصباح ده. الضحية التالد أيزاك ماليش أصيب بجروح قاتلة في الرأس وبتلقى علاج في مستشفى الولايات المتحدة في مدينة بورم. بيقول الجنرال كوستا إن الحادثة حصل في منطقة باكاو السكنية في مدينة بور مساء امبارح، وكان الرجل المتوفي تاجر فحم، بينما كان مرته تاجر بتبيع الشاي. وأندريا المصاب وأيزاك المصاب هو كمان تاجر في مدينة بور. الجنرال إليا كوستا حكى لآي راديو الشيء اللي حصل صباح ده. Yesterday, half past seven, we received a report that there is an unknown criminal came and attacked house of some boys in Pakwau, residential area. I shoot them, so one died at the spot, the other one injury, a serious injury, and then the wife of the deceased also was disappeared, missing. So we... And then the third one, which is the woman, the wife of the disease. Now we get a report that the one who is in the hospital, he also passed away. So that is what going on now. Yeah. Now there are three, because the lady also we found in the morning also dead. والدافع وراء هجوم غير واضح، لكن الجنرال كوستا بيقول إن الشرطة بيجري التحقيقات في الحادثة. السلطات في ولاية شرق الاستوائية قالت بأن الوضع الأمني في مقاطعة إيكوتو رجع إلى طبيعته بعد أيام من المواجهة بين الجيش والمدنيين في المنطقة. في الأسبوع الفات ورد أنه واحد من جنود قوات دفاع شعب جنوب السودان قتلوا على يد شباب في فيام إيكوتو الوسطى بينما كان بتناول مشروب، ودفع الحادثة القوات المسلحة للتوجه إلى مكان الحادثة حيث اشتبك مع الشباب المدنيين المحليين، مما أدى إلى سقوط عدد غير معروف من الضحايا. تسبب الحادثة في حالة من الخوف مما تسبب في نزوح السكان المحليين إلى المناطق المجاورة. ولكن قال وزير الحكم المحلي وتنفيذ القانون بيتر لوكين لوتون إن الوضع رجع إلى طبيعته وبدأ الناس يرجعوا إلى بيوتهم، لكن أدان النهج العنيف للقوات المسلحة تجاه السكان المدنيين. لوكين اتكلم مع آي راديو. Already controlled and calm. It's not really right for the soldiers to fight with the population, but you know, always militarily has an ethic of if there is something happening to one of their colleagues, I think they will not investigate. The police are the one who can run and go and investigate, but the soldier, you know, they have a different ethic of the soldier. You don't find out that maybe there is a problem or they quarrel or they do what, they just go the way they can do things. We condemn it seriously because they are the protectors of the people. ومنذ حوالي أسبوع قتلوا شخصين وأصيب آخر في كمين نصبوا لسواقين المواتر على طول طريق إيكوتو سيرتانيام. ولسه في ولاية شرق الاستوائية، البوليس في بلدة كابويتا قبض على راجل طعن صاحبه وأدى إلى أنه ينقلوه إلى المستشفى.
بيتر لوكني 38 سنة، طام مارينو لوشوري 33 سنة امبارح بينما كان بيحاول فصل 2 نسوان كان بيتشاكلوا في الشارع. اتهم المشتبه به صديقه بالتدخل في مشاكل ما بيفهم السبب الجذري لهم، وثم جر صديقه وطعن كتفه بالسكين. وقال إيليا لوكودا رئيس بلدية كابويتا لآي راديو إن المشتبه به تم اعتقاله. As people in charge of security, and I want to register my gratitude to the law enforcement agencies, they acted swiftly. I have a very committed team of committed men and women in uniform who are dedicated to their service, and they always act swiftly, and they were able to act and apprehended the culprit. And the culprit now is in police custody. ويتلقى لوشوري المصاب الآن علاج في مستشفى كابويتا. انت لسه بتستمع الأخبار ده من إذاعة آي راديو في جوبا. قال ناشط في جنوب إن جنوب السودان متأخر كثيرا عن الجدول الزمني لإجراء انتخابات ذات مصداقية بدون إطرة قانونية. بيقول إدمون ياكاني المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من التقدم المعروف بالسيبو إن البلاد ما جاهزة بعد للانتخابات، مشيرا إلى افتقار للبيئة المواتية. وقال البنود الحاسمة لم يتم تنفيذه بعد في اتفاقية السلام منشط. بيلزم اتفاقية السلام لسنة 2018 حكومة السلام بتنظيم انتخابات قبل 60 يوم من ناحية الفترة الانتقالية الحالية. ومن المتوقع أن يؤدي إلى تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا. وفقا لمصفوفة تنفيذ اتفاقية السلام لم يتبقى لأطراف سوى أقل من 7 شهور حتى نهاية الفترة الانتقالية. وكشرط مسبق للانتخابات تتوقع الاتفاقية استكمال الدستور الدائم وإقراره قبل أن تنظم لجنة الانتخابات الوطنية الجديد الانتقابات. كمان بينص على وجوب مراجعة قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 والموافقة عليه من قبل البرلمان، وده لتمكين التسجيل الحر والديمقراطي للأحزاب السياسية في البلاد. وناقش مجلس النواب الشهر الفائد المسودة ووافق عليه بشكل مثير للجدل وسط ضجة من نواب المعارضة. وزعم برلماني من الحركة الشعبية في المعارضة إنه بعض البنود في القانون بتحزاب السياسية قد تم تعديلهم، لكن رئيس البرلمان جيما نونو قال إنه أمر أهيل إلى الرئاسة. إلى جانب ذلك لم تقم الحكومة بتشكيل لجنة أو المفوضية الانتقابية وتخرج القوة الموحدة وتنفيذ إصلاحات قضائية واقتصادية رئيسية من بين أمور أخرى. إدمون ياكاني اتكلم في برامج سانداون على آي راديو وقال إنه الحكومة أولا طمعن وجود بيئة مواتية قبل أن تسحب البلاد إلى الانتخابات. Reconstitute the National Electoral Commission. These are two basic legal frameworks that have to be in place. And these have to be in line with other laws, and specific laws that have linked with the role of security and defense in electoral processes to make sure that the state institution for security and defense does not take side with one party. You need to have elections when communities are, in terms of civic responsibility, are on position of standing up and exercising their political freedoms to decide on which leaders they want and how are they going to work. Now, if you see almost over 50 or 40% of our communities are intercommunal violence. As you speak now, there's violence going on among our communities. People are killing themselves. Conducive environment for conducting peaceful and credible elections are not yet in place. في شهر 5 اعترف الولايات المتحدة في جوبا التأكيد على ضرورة قيام قادة جنوب السودان بتحيه بيئه مواتيه لاجراء انتخابات عامه لو كانت اداره بايدن ستدعم العمليه. وقال ديفيد رينز القائم بالاعمال السابق في السفاره انه حكومه الولايات المتحده تريد التنفيذ الكامل للبنود الرئيسيه لاتفاقيه السلام لسنه 2018. وقبل الاخبار الاقليميه والعالميه، وافق بنك التنميه الافريقي على منحه قدره 1.8 مليون
مليون دولار أمريكي لجنوب السودان لتمويل برنامج إنتاج الغذاء الطاري. في بيان صدر مطلع الأسبوع الجاري قال البنك أن المنحة بتوفر تمويل إضافي لمشروع الأسواق الزراعية وإضافة القيمة وتنمية التجارة الجاري تنفيذه. المزيد في التقرير التالي بصوت الزميل الشيخ شول أجين. من المتوقع أن يعزز المشروع الإنتاج الزراعي والإنتاجية من خلال استخدام البذور المحصنة والأسمدة والخدمات الإرشادية للمزارعين وتعزيز القدرة المؤسسية للقطاع الزراعي، ويستخدم في شراء 498 مليون طن من بذور الذرة الرفيعة وبذور البازلة و10 ملايين طن من بذور الأرز و30 مليون طن من الأسمدة لتوزيعها على المزارعين. وقالت الوكالات المنفذة أنها بتسعى إلى المساهمة في العد من إدام الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وبناء قدرة المجتمع والأسرة على الصمود والتماسك الاجتماعي. وفق للتقرير، سجل اقتصاد جنوب السودان نموا قويا بعد توقيع الاتفاقية الوعيدة تنشيطه، حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.3% في العام 2019-2020. ومع ذلك سجل اقتصاد تراجعا بنسبة 3.4% في عام 2021، وهو الوضع اللي نتج أنه انخفاض الدخل النفطي بعد ظهور جائحة فيروس كورونا. وبيستهدف البرنامج مئات الآلاف من الأسر اللي فقدت معاصيلها ومعاشيها بتام بسبب سنوات من الفيضانات في الولايات الخمسة لشمال بحر الغزال وعلى النيل وغرب بحر الغزال وشرق الاستوائية وغرب الاستوائية. ويمكن أن يودي تنفيذ بشراكة مع منظمة الزراعة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إلى زيادة مستدامة في الإنتاج الزراعي في البلاد وتحسين نوعية الحياة للمزارعين. الشيخ شول أجين، آي راديو، جوبا. وبالخبر ده مستمع آي راديو بننتقل إلى الأخبار الإقليمية والعالمية واللي بيجيكم برعاية شركة MTN للاتصالات وبصوت الزميلة جويس إيفانز. وجه نواب المرشحين الرئاسيين في دولة كينيا في مناظرة تلفزيونية ليلة الثلاثاء هيمن عليها الفساد وما يسمى بالاستعلاء على الدولة. وشارك في المناظرة المكونة من مستويين أربعة مرشحين، لكن كل الأنظار كانت على راقيسي جاشوكوا ومارسا كارو من الائتلافات السياسية الرئيسية. ووجهت إلى المرشحين سلسلة من الأسئلة حول الاقتصاد والحوكمة ونزاهة شاغلي المناصب العامة. ما تكلموا أو قاطعوا، بس بقوا منتظرين بصبر الوقت المخصص لهم. كانت هناك مصافحات في النهاية، ونادرا ما نشهد جو ودي في السياسة الكينية. في مكان آخر، أعلن القائم بأعمال الحامل العام في جنوب إفريقيا إنه سيصدر أمر استدعاء للرئيس سيريل راموفوزا للإجابة على أسئلة حول السرقة في مزرعة الألعاب الخاصة به في السنة الفاتت، حيث يزعم إنه تمت سرقة 4 ملايين دولار. فات السيد راموفوزا مهلة 18 يوليو للرد على هيئة مراقبة الفساد في البلاد. وفي شهر يونيو فتحت هيئة الرغابة تحقيقا بشأن الانتهاكات المحتملة لقانون الأخلاقيات التنفيذية بعد أن اتهم راموفوزا برشوة اللصوص من أجل التزام الصمت. يتم طرح أسئلة حول سبب امتلاكه لهذا الغدر الكبير من النقود المخزنة في ممتلكات شخصية.
وأخيرا انتخب نواب سريلانكا رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينجي كرئيس جديد للبلاد على الرغم من عدم شعبيته بين الجمهور. يواجه ويكرمسينجي مهمة إخراج البلاد من الانحيار الاقتصادي واستعادة النظام العام بعد شهور من الاحتجاجات الجماهيرية. هزم منافسه الرئيسي على المنصب دالوس الها بوريما بأغلبية 134 صوتا مقابل 82 في التصويت البرلماني. وفر الرئيس السريلانكي السابق جوتوبابا راجيباكسا من البلاد الأسبوع الماضي. كنت معكم جويس إيفانس لوكاري. شكرا الزميلة جويس إيفانس. مستمع آي راديو، بننتقل إلى الملاعب الرياضية مع الزميل الشيخ شول أجين. مرحبا بكم في نشرة الأخبار الرياضية. وصل وفدين رافائيل المستوى من جوبا من اللجنة الأولمبية الوطنية إلى ملاكا الواو للمشاركة للاحتفال بيوم الأولمبي الدولي، وكان من المفترض أن ينضم جنوب السودان إلى بقية دول العالم في الاحتفال باليوم الأولمبي العالمي في يوم 23 شهر 6، لكن تم تأجيل الحدث إلى يوم 23 هذا الشهر. وبيتم الاحتفال باليوم الأولمبي الدولي أو اليوم الأولمبي العالمي في كل سنة في يوم 23 شهر 6، وهو احتفال بالرياضة والصحة والتواجد مع بعض، وبيوفر اليوم لحظة للجميع للالتقاء ونشاط مع الغرض. وبيصادف هذا العام الذكرى 74 لليوم الأولمبي والسابع في جنوب السودان، ولأول مرة في واو وملكال تتشعر معا من أجل عالم يسود والسلام. ومن المتوقع أن يشارك شباب من مدينتين ومدارس في ألعاب رياضية مختلفة في يوم السبت. تعاقد نادي برشلونة مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بعقد مدة بتاعه 4 سنوات بقيمة 50 مليون يورو، اللي هو 42.6 مليون جنيه استرليني. اللاعب البالغ من العمر 33 سنة كان قد بقى سنة واحد فقط على عقده مع بطل ألمانيا، لكنه قال في شهر 5 إنه رحلة بتاعه مع بايرن قد انتهت، ولقد انضم إلى زملائه الجدد في الفريق في ميامي كجزء من جولة برشلونة في 4 مباريات في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك وقع بايرن ميونخ الألماني مع المدافع الهولندي ماتياس ديالخت من يوفنتوس بعقد مدة بتاعه 5 سنوات بقيمة 77 مليون يورو و 65.6 مليون جنيه استرليني. وانضم ديالخت إلى يوفنتوس من أياكس بعقد لمدة 5 سنوات في شهر 7 لعام 2019، وغدا 3 مواسم مع بطل الدوري الإيطالي 36 مرة. وفاز اللاعب البالغ من العمر 22 سنة بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي وكأس إيطاليا في 117 مباراة في تورينو. وفي ألعاب القوة حقق جيميت واتيماكس أداء مذهلا ليعصد 1500 متر ذهبية في بطولة العالم في ولاية أوريغون، وقدم اللاعب البالغ من العمر 28 سنة دفع نهائي راية لتجاوز البطل الأولمبي جاكوب إنغريتسنز وينتزع اللقب في 3 دقائق و29.23 ثانية. بدأ واتيكمان مسؤولا عندما تجاوز الخط في ويكد رايد عالميا، وهو أول بريطاني يفوز بلقب 1500 متر عالميا منذ ستيفن كرام في عام 1983. والد واتيكمان هو جيف وهو مزي الملعب في يوجن، وكان قادرا على إعلان فوز ابنه. ده كان آخر الأخبار الرياضية، قدمت لكم الشيخ شولجي، إلى اللقاء. وفي ختام النشرة مستمع آي راديو، بنرجع وبنذكر بأهم ما جاء في المقدمة. قال مدير شرطة ولاية جنغولي إن راجل ومرته قتلوا مؤخر في حالة حرجة في مدينة بور أمباره. السلطات في ولاية شرق الاستوائية قال بين الوضع الأمني في مقاطعة إيكوتو رجع إلى طبيته بعد أيام من المواجهة بين الجيش والمدنيين في المنطقة. وقال الناشط جنوب السودان متأخر كثيرا على جدول الزمني لإجراء انتخابات ذات مصداقية بدون إثرة قانونية. إلى هنا مستمع آي راديو انتهى نشاط الأخبار. لو عندك أي خبر أو مناسبة وانت تلاحظ تغطية، ممكن ترسل لنا رسالة نصية رقم التالي 0925-287-270 وده نفس الرقم بتاع الواتساب. انت برضو ممكن تتابعنا على تويتر آي راديو جوبا كلمة واحدة، أو زيارة موقعنا على الانترنت www.iradio.org لتستمع الأخبار باللغة العربية والإنجليزية. ممكن تشارك في قناة بتاعنا
اليوتيوب آي راديو ساو سودان. كنت معكم في تقديم النشرة أوباج أوكوشاغاو. واصل استماع لآي راديو إنك على جنوب السودان. إلى اللقاء. معلومات وترفيه خليك على آي راديو، عينك على جنوب السودان.